السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض الكشري. طبعا كلنا خارجين من رمضان مشتاقين للكشري وبنجري ناكله في المحلات. النهارده بقى هنعمله في البيت بطريقة سهلة جدا والنتيجة ان شاء الله روعة. اتمنى انكم تجربوه وتكتبوا لي. هنعمل الكشري المصري بطريقة سهلة جدا. انا طبعا مش مبينة لكم باقي المقادير عشان هنشتغل على البوتاجاز على طول، اختصار من الوقت. انا بس ايه وريتكم، هوري اقول لكم برده. اول حاجة هنعملها البصل، دول حوالي 4 بصلات كبار يعني بموازي نص كيلو من البصل، نص كيلو من البصل متقطع بقى ايه رفيع جدا. انا مقطعاه بمكنة الشيبسي، شايفين؟ طبعا مكنة الشيبسي لما باجي اقطع بيها البصل واقليه بيبقى النتيجة تحفة، احلى كتير قوي من اقطعه بايدينا. طب لو مش عندك مكنة الشيبسي ممكن تعمليه بالمبشرة، في عندك في المبشرة جزء كده ممكن تقطعي بيه حلقات رفيعه خالص عشان انت مهما قطعتيه بايديكي مش هيديكي الرفع ده. خلاص لو مش متاح بقى قطعيه بالسكينه، بس حاولي يكون رقيق. اول حاجه انا خلاص قطعته اهو، بتجيبي بقى هنا ايه معلقه دقيق كبيره وممكن نشا، الاثنين ينفعوا، عليها رشه ملح وننزل كده عشان نعمله مقرمش زي بتاع المحلات بالظبط، وعليه شويه حوالي بموازي معلقه كبيره من الخل. بص الخل مع الدقيق هيقرمشه وهيخليه تحفه. افك هو لما انا عملته بالمبشره فكت من بعضه، ما بقاش متلك عكس ما بنعمله بايدينا. مهمه جدا الخطوه دي عشان تاكلي احلى بصل. طبعا الكشري ما يحلاش غير بالتقليه، التقليه دي اصلا اساس الكشري. شايفين الرفع بتاعه؟ بص كده تعكوا كويس جدا جدا، شايفين؟ هسيبه بقى كده شوية ويلا بقى عشان نشتغل على البوتاجاز ونشوف باقي الوصفة. أول بقى حاجة هعملها في الكشري هو البصل. ليه هبدأ بالبصل؟ عشان هنحتاج الزيت اللي احنا هنحمر فيه البصل في باقي الوصفة. بتجيبي بقى طاسة وتحطي حبة زيت كويسين كده وتنزلي بقى بالايه بالبصل اللي أنا وريته لكم طريقته في الأول. منزلش طبعا بالكمية كلها عشان يكون مقرمش، أقسم الكمية على 2. تبقي بقى يعني واقفه عليه عشان هو مش بياخد وقت، احنا مش عاوزينه يبقى غامق، عاوزينه ذهبي. تجيبي بقى سيرفيز او مصفى عندك، تقدري بقى تحطي تحتيها طبق وتصفيه، او سيرفيز وتحطي مناديل عليه عشان يشرب الزيت. زي ما انتم شايفين بدا اهو ياخد اللون الذهبي، بجد بيفرق جدا لما تيجوا تعملوه بمكنه الشيبسي بيبقى تحفه. انت هيقلك في الاول ان هو رفيع بس بجد بتديله قرمشه بجد. بصوا ده اللون اللي انا عاوزاه، هبدا بقى اطلعه. في كويس على مناديل، شايفين بقى الشكل؟ بصوا مقرمش ازاي وجميل. اهويه بقى طبعا، سامعين صوت القرمشه بتاعته؟ بيفرق جدا في الطعم كمان بيبقى تحفه. هخلص بقى كميه البصل بالطريقه اللي انا وريتها لكم دي وهرجع لكم تاني. انا خلاص خلصت البصل، انا عاوزه اوريكم بس قرمشته، ولا شرب زيت ولا حاجه، زي الفل. شايفين؟ اظن تحفه. هسيبه بقى كده على جنب، انا هعمل كل لوازم الاول الكشري في الاول وبعد كده هنبدا في الكشري بقى اخر حاجه. هنجيب بقى الحله وخدت منها كبشه من الزيت بتاع البصل، انزل بقى بيها الثوم. من دلوقتي هعمل الصلصه. شوفوا كده حلوين. طبعا في ناس بتحب تعمل الصلصه بتاعت الكشري بالبصل، طبعا يعني بتحط فيها بصل، انا مش بفضلها قوي، بحس ان هي طعمها بيبقى عامل زي صلصه الطبيخ يعني. بس ممكن احط معلقه يعني بصل بودر عليه بتطعمها، لكن البصل التاني مش بفضل يعني، لو حبت يا شيء اختي. دي بقى تشويحه، معلش بقى لو لقيتوا حبه بصل، ده الزيت بتاع البصل يا جماعه بيفرق جدا في الطعم، يدي طعم الكشري يخليه طعمه تحفه. زي ما انتم شايفين بدات تاخد اللون الذهبي، ما احطش الصلصه او الطماطم من غير ما تكون لونها ذهبي، ما ينفعش احطها على التوم نيه هتبقى طعمها مش حلو. خلاص خدت لون ذهبي زي ما انتم شايفين، بسم الله. انزل بقى بالطماطم، توابل بقى كمون، معلقه كبيره من الكمون، فلفل اسود، بابريكا، معلقه كبيره من الملح وتظبطي الملح، وزي ما قلت لكم معلقه كبيره من البصل بودر بعوضه بالبصل التاني،
برضو بيدي تيست حلو قوي، ومعلقه صغيره من السكر زي ما احنا متفقين ان السكر بنستخدمه في اي حاجه بنعملها في صلصه عشان الحموض، وبرضو بيدي تيست حلو قوي. فبنحطش على الصلصه دي خل خالص، لان احنا بنعمل الدقه، الدقه بتاعته هي عباره عن خل. اقلب كويس جدا واسيبها بقى، نغطيها ويلا عشان نشتغل في الدقه بتاعت الكشري. يلا بقى عشان نعمل الدقه بتاعت الكشري، هناخد كوبايه من ميه سلق الحمص. طبعا احنا بنستخدم الحمص يا جماعه في الكشري، بننقعه وبنسلقه ومنرميش الميه بتاعته ولا ميه العدس، وهنشوف هنستخدمها ازاي. هاخد كوبايه كبيره من ميه، معلش انا كنت مولعه العين، ميه الحمص دي لما باجي استعملها في الدقه بتبقى خطيره. عليها بقى كوبايه من الخل، طبعا الريحه بجد قلبه الدنيا. كوبايه من الخل على كوبايه من ميه الحمص، خلاص. وبقى التوابل هنعمل ايه بقى؟ ده توم ني عليه نص معلقه من البابريكا، حبه صغيرين من الملح، كزبره ناشفه، كمون، وانزل بالتوابل على الدقه. هعمل لكم بقى احلى، شايفين الشكل عامل ازاي؟ البابريكا بيحمر شويه الدقه وبيخليها طعمها تحفه. ممكن برضو الدقه اللي احنا عملناها بيعملوا ايه بقى في المحلات بتاعت الكشري؟ اهي فاكرين الصلصه اللي بتستوي على النار اهو، بتتسبك، شايفين الشكل؟ اظن بقى مش قادره اقول لكم، اخد بس كبشه يعني حبه صغيرين كده وانزل بيهم على الدقه، احمر بيها الدقه بتاعه الكشري زي ما بيعملوا في المحلات، على السخن كده، وبسيبها تبرد عادي. خلاص ادي بقى الدقه بتاعت الكشري، هسيبها بقى تاخد غلوه واحده وخلاص، واسيبها تبرد وتبقى جاهزه للاكل. يلا بقى عشان نعمل الشطه بتاعه الكشري للي حابب زي المحل على طريقه المحلات، وبعد كده هنشتغل في الكشري. ادي اهو الدقه بتاعه الكشري خدت غلوه، وهقفل عليها بجد الريحه قلبه الدنيا. يلا بقى عشان نعمل الشطه، طاسه بقى اهي، ونحط فيها حبه زيت برده من اللي حمرنا فيه البصل، وانزل فيها بمعلقه شطه كبيره. طبعا لعشاق الشطه، الناس اللي بتحب تاكل شطه في المحل بتاع الكشري. طبعا انا يعني مش بحبه قوي عشان الولاد، بس انا هعملها لكم، هعمل كميه صغيره للي حابب يعني. ادي الزيت اهو، انزل فيه بالشطه، شايفين؟ دوبك بس تسخن كده، انزل بقى عليها ممكن صلصه، معجون الصلصه، او اخد من الصلصه اللي انا عملتها بتاعه الكشري اهو، انزل بس شايفين؟ اظن كفايه. شايفين الشكل؟ عاوزه بقى تخفيها ممكن تحطي حبة ميه كمان او دقة من بتاعي، كله منه فيه طعم حلو. ادي بقى الشطة بتاعت المحلات، منتهى البساطة. انا رفعت بس عن العين، شايفين الشكل؟ كده خلصت. يلا بقى عشان نشتغل في الكشري، يلا عشان نشتغل في الكشري. انا برضو حطيت من الزيت بتاع البصل، انزل بقى الكوبايه من الشعريه عشان احمرها. بص زي ما انتم شايفين كده ريحته بجد قلبه الدنيا، تحمر بقى تبقى لونها ذهبي كده، ما تغمقش عشان ميبقاش لونها غامق. الشعريه اهي خدت اللون الذهبي، وما تغمقش عن كده يا جماعه. انزل بقى بالرز، كوبايه ونص من الرز المصري مغسول مش منقوع عشان ما يتغليش. ادي برده تقليبه، الزيت بيفلفله، مهمه جدا الخطوات دي. اللي حابب يحط عدس اصفر، يحط معلقه ومعلقتين كبار من العدس الاصفر عشان يبقى ده بتاع المحلات. انا بصراحه ما بفضلوش قوي يعني، ما بحبوش في الكشري. اللي حابب يعني، خلاص خدت اهو قلبته كويس. ده بقى العدس اهو بتاع الكشري نص سلقه، يعني انا غسلته
واديته نص سلقة مش سوا كامل، هو هيكمل سواه مع الرز والشعريه. انا بقى بصراحه بفضل يعني بحب العدس يكون اكتر شويه، لان هو اصلا القيمه بتاعت الكشري في العدس. دول حوالي كوبايتين من العدس، عارفين فلفل كده، ممكن برضو تحطي معلقه ملح، انا هبقى احط معلقه ملح عليه عشان يبقى طعمه حلو كده ما يبقاش دلع. معلقه صغيره، مش بصوا الفلفل ازاي وجميل. بصوا بقى التريكه اللي هنعملها جماعه، ميه العدس اللي انا قلت لكم ما نرميهاش، ميه سليق العدس دي مهمه جدا وهي اللي بتدي طعم للكشري، مهمه جدا جدا. هنزل بيها بقى اهو، وهكمل انا بقى بميه وهوريكم ازاي، هرجع لكم تاني. بس اهم حاجه ميه العدس دي مهمه جدا، هي اللي بتطعم الرز وبتخليه طعمه حلو. هجيب ميه سخنه وارجع لكم تاني. انا خلاص حطيت معلقه ملح صغيره عشان تطعم الكشري، وكان عندي فاضل ميه من سليق العدس، حطيت عليها شويه ميه سخنين من الكتل وهنزل كده. ميه العدس دي هي السر بتاع جمال الكشري، خطيره. وميه الحمص اللي انا قلت لكم استعملناها في الدقه، تاكلوا احلى كشري طبعا. من يعني ما نحطش ميه كتير عشان يبقى مفلفل، يعني سنه كمان هم على قد بالظبط، شايفين. هنغطيه بقى وهرجع نشوف شكله يكون عامل ازاي. ادي بقى الكشري، نفتح عليه، انا ما قلبتوش خالص على نار هاديه بقى. بصوا الجمال اهو، شايفين الفلفله بقى بتاعته لسه هيستوي، بس انا حبيت بس اوريه لكم. بديله تقليبه واحده بس، شايفين عامل ازاي اهو. هسيبه بقى على نار هاديه، ولو عندك شياطه يا ريت تحطيها لما يستوي بقى هرجع لكم تاني. انا بقى هفتح على الكشري. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، انتوا عارفين ان طبعا حجمه بيتضاعف. بصوا جميل ازاي، هو كده استوى ومفلفل وتحفه، شايفين. تعملي بقى طبعا الكميه اللي انت عاوزاها، انا طبعا يعني اللي حابه تقلل العدس عن كده تقلل، بس بجد العدس ما بيكون اكتر من الرز بيكون طعمه خطير، وكمان فيه فايده للولاد. خلاص انا هقفل بقى عليه، عايزه اوريكم برده الصلصه بتاعته اهو، شايفين الجمال شكلها عامل ازاي. طبعا عشان نسلق بقى المكرونه، بتجيبي حله فيها ميه سخنه، معلقه ملح، شويه زيت، تغلي، تحطي بقى اصغر نوع من المكرونه، طبعا كله عارف مكرونه الكشري، على الاسباجيتي بتقسميها نصين بس، بتسلقيها بس برده ما بتكيش عليها في السوا قوي، وبعد كده بتصفيها وتحطي عليها شويه زيت عشان ما تبقاش معجنه معاكي. انا بقى هسلق المكرونه عشان ما تبقاش ما اطولش عليكم، وهوريكم بقى هنقدمه ازاي. ادي بقى الشكل النهائي للكشري الجبار بتاعنا، اظن مفيش بعد كده، شايفين الشكل عامل ازاي، مفلفل وجميل احلى 100 مره من بتاع بره. الطريقه دي احلى لما تعملي طبقات من الكشري كده، من المكرونه لوحدها والرز والعدس تحت، 100 مره من لما تعمليها كله في حله واحده، بتفرق جدا في الطعم. انا عملته لكم بقى بكل التريكات بتاعته، تحفه. نحط بقى شويه صلصه كده اهو، شايفين الجمال، اظن بقى مفيش بعد كده، شايفين الشكل عامل ازاي. اتمنى انكم انتوا بقى تجربوه، وانا متاكده ان شاء الله ان هو هيعجبكم. متنسونيش بقى في لايك وشير ودعوه حلوه، لو عايزين مزيد من وصفاتنا يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في وصفه جديده.